كان ده بتاع اللي هو الابدومين اللي انتوا شايفينه ده، ده اسمه كولون، ده قولون كولون. وفي عندي هنا بريتونيال فولد معلق الترانزفيرز كولون. البريتونيال فولد ده اللي معلق الترانزفيرز كولون اسمه ترانزفيرز ميزو كولون. الكولون جزء منه طالع اسمه اسندنج، بيعمل تانية اسمها رايت كوليك فليكشن. الجزء اللي ماشي بالعرض ده اسمه ترانزفيرز، ويعمل تانية اسمها ليف كوليك فليكشن. وبعدين جزء نازل اسمه ديسندنج كولون. امال ايه جي؟ دي اللوبس او الكويز بتاعت الجينوم الاليوم. يجيب اللوبس او الكويز بتاعت الجينوم الاليوم. يبقى هنا شايفين اهو، شايل لكم الترانزفيرز كولون. شايفين البريتونيال فولد ده اسمه ايه؟ اسمه ترانزفيرز ميزو كولون. لكن الاسندنج والديسندنج كولون ريترو بريتونيال. هنتكلم على الفلسفه دي بس لما نيجي الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. هنا ادي اللوبس بتاع الجينوم الاليوم. بصوا كده لو قلبت لكم ايه اللي لونه ابيض ده؟ ده الميزنتري اوف سمول انتستين. الجينوم الاليوم ليهم بريتونيال فولد معلقهم، اسمهم ايه؟ ميزنتري اوف سمول انتستين. يبقى اللي انا ماسكه ده اسمهم جينوم واليوم. امال ايه البريتونيال فولد ده؟ اسمه ميزنتري اوف سمول انتستين. ابتديت اشيله كده. ايه ده؟ ده الجزء بتاع سيكم، شايفينه ولا لا؟ وتلاقي في حاجه نازله منه، ده شايفينها ولا مش شايفينها؟ دي الابندكس. يبقى دي الابندكس والسيكم اهو. ده الاسندنج كولون ريترو بريتونيال. في حد فيكم ملاحظ ان في شريط كده موجود لقدام؟ ده اسمها تينيا كولاي. ملاحظين الهوستريشن اللي موجوده او السكيوليشن، التكيسات اللي موجوده؟ دي اسمها سكيوليشن او هوستريشن. ده اسندنج كولون عمل تانية يبقى اسمها رايت كوليك فليكشن. فين الترانزفيرز كولون؟ لا ده ليه بريتونيال فولد، ده بيحلق في السماء، لكن دول بيحلقوا في الارض يا اخويا. امال ايه التانية دي اسمها ليف كوليك فليكشن. امال ايه اللي نازل ده اسمه ديسندنج كولون، ودي كان اسمها سيكم، واللي نازل من السيكم دي اسمها ابندكس. اسندنج كولون رايت كوليك فليكشن، ترانزفيرز كولون شلناه خلاص، ده اسمها ليفت كوليك فليكشن ديسندنج. شايفين ايه اللي حصل؟ الكولون ابتدى ياخد شكل زي ما يكون اس شيب لايت، اسمها سيجمويد كولون. ابتدي اشيلها كده. عايزين نشوف ده اسمه الجيدرون، شايفين الجيدرون؟ ده اسمه الفيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، الفورث بارت، الثاني ده اسمه دي جيدرون جيجنال فليكشن. ده كان اسمه الجيدرون، امال ده كان اسمه ايه؟ البنكرياس. وفي حاجه لونها ابيض موجوده جوه البنكرياس اسمها بانكرياتيك داكت. وفي لون ابيض موجود هنا ده اسمها ميجور ديودينال بابيلا، اسمها ميجور ديودينال بابيلا. يبقى ده كان الديودينال اربع اجزاء، وادي البنكرياس، وجوه البنكرياس كان في عندي داكت اسمها مين بنكرياتيك داكت، لكن في ارتري فوق البنكرياس اسمه ايه؟ سبلينيك ارتري. لكن انا لو انا قلبت كده يا سامر هلاقي في فين موجود ورا البنكرياس اسمه سبلينيك فين. السبلينيك ارتري ماشي فوق اللي هو البادي بتاع البنكرياس، لكن السبلينيك فين موجود بيهايند البادي بتاع البنكرياس. لو انا نجحت ان انا اشيل كل الكلام ده هتلاقوا الرسمه اللي موجوده عندنا هنا دي لقطه موجوده للبوستيريور ابدومينال وول. هنتناقش فيها المره الجايه ان شاء الله. اوكي؟ Thank you. Bye-bye.